ما نجده في إسرائيل هي دولة عنصرية أكثر من التمييز، ليس مجرد تمييز وإنما عنصرية بنيتها السياسية والأيديولوجية، بمعنى رفض الآخر رفضا نازيا هتلريا، بمعنى الرفض الذي يريد أن يدمر الآخر ويقتل الآخر لا فقط أن يأخذ منه موقفا سلبيا. هذه دولة متوحشة، دولة عنصرية تفوقت على ما قام به هتلر، ولكن الفرق أن هتلر قتل الكثيرين دفعة واحدة وخلال فترة زمنية واحدة، ولكن إسرائيل تقتل الآخرين ببطء بحماية غربية، وتحاول أن تقتل تراثهم وحضارتهم وتزيف تاريخهم. أن تدرك الأقطار العربية أن الخطر الصهيوني ليس مقتصرا على فلسطين، وأن الأطماع الصهيونية ليست محصورة في فلسطين. هذه حركة استعمارية احتلالية نهمة لا تشبع. يجب أن تدرك الأقطار العربية ويدرك المثقفون أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني هو دعم لسلامة دولهم ودعم لسلامة مجتمعهم ومحاصرة لهذا الشر الذي تمثله. طيب يعني